السلام عليكم. في سلسلة الدروس دي هنحاول نبني حاجة واقعية تمثل استخدام الفورمز في أي ويب أبليكيشن. الإكزامبل بتاعنا هيكون موقع خاص بديبونيرز بيزا، بتخش على الموقع ده وتعمل أوردر منه. أوكي، الغرض إنه كيف نوري أو كيف نوري الديفلوبرز إنه يستخدموا الفورمز في كولكت، في جمع الداتا، أو نخلي حتى المستخدم يتفاعل مع الموقع بتاعنا باستخدام شنو الفورمز. فعشان كده الواجهة بتاعتنا ما سموز أو ظريفة، لأنه نحن مركزين على الديناميكية بتاعت الفورمز. خلينا نعمل أوردر. اختار يا أخي، عاوز تو بيتزا، واحدة بالتشيز واحدة بالهوت دوغ، عاوز السايز بتاعهم يكون ميديوم. أعمل أوردر. تمام، تظهر لي الرسالة دي: your medium cheese and hot dog pizza is on its way. مثلا يا أخي ما عاوزة بالهوت دوغ، عاوزة بالتشيكن. اوكي، عدل الاوردر كده، الاوردر بتاعي يتعدل، كون جاي في الطريقة. طيب، عاوز اعمل multiple orders. يا اخي ما عاوز اطلب one pizza at a time، لا عاوز اطلب مثلا ثلاثة في وقت واحد. طيب، تحدد الاوبشن بتاعنا، تحدد ثلاثة، اختار واحدة بالتشيز والهوت دوغ، واحدة بالبيبروني والتشيكن، واحدة بالتشيز والتشيكن اكزامبل. بعد كده عاوز دي ميديوم، دي سمول، ودي لارج. بعمل اوردر كده، الاوردر بتاعي حصل لي وسيف في الداتابيز. مينلي دي الحاجة اللي هنعملها في خلال سلسلة الدروس بتاعتنا دي. خليك قريب عشان تعرف اكتر. التقيكم في الدرس الجاي.